السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن مرحلة من مراحل كبس البلاستيك ومرحلة قص الزيادة بعد الكبس. أدي حرف على كبسنا، طبعا في زيادة. الحرف دي كلها إيه؟ فيها زيادة من إيه؟ من جميع الاتجاهات. عايز نص زيادة زي الحرف ده كده. زيادة كده بقى إيه؟ هركبه جوه الحرق جوه الإيه؟ جوه الزنكور بتاعه. فنتعلم برضه النص زيادة إزاي. الموضوع سهل جدا بسيط يعني. باستخدام الصاروخ استخدام إيه؟ لاركيت الكهرباء بتاعنا. نجيب حرف زي كده مثلا نبتدي بيه، حرف البي ده، نحطها مع بعض. بس كده مالنا. أول حاجة نعملها، أنا المفروض ما أعلمش بس أنا بعلم بالتعليم يعني. نجيب خط زي كده مثلا، عندي مثلا الصاج 2 سم، شيل 2 سم كده. بعلم بعمل خط على إيه؟ من ناحية بقلب الحرف، حرف كده بعدين ناحية تانية. هكذا. بس ما بعلمش القلم، بس انا معلم عشان يعني ايه التعليم يعني. نبدا بقى كده بالصاروخ، ولو في مشكله اعملها بالايه بالباكت.
هو بالنسبه ليه لتقطيع الحروف الكبس بعد كبسها بالزياده. لو في عندك مشكله بقى في موضوع التقطيع وانت بتقطع الحرف صح منك زي كده مثلا بتقطع منك الحرف زي كده تعمل ايه؟ حط مكان خط ما عملت خط حط عليه يا اما شمع يا اما صابونه. بتسال معاك عمليه ايه؟ عمليه تقطيع ما تبقاش بتلزقش يعني ايه؟ ما بيسيحش منك بس بركه. الموضوع سهل بسيط ومفيش اي مشكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.